اوي انا انا تعبانه قوي، انا تعبانه قوي، عندي برد جامد قوي يا ماما. ماما عندي برد جامد. يا جنة مالك يا حبيبتي؟ ألف سلامة عليكي. عندي برد جامد يا ماما قوي، ومناخيري كل شوية عمالة نف، وعندي برد جامد قوي يا ماما. ألف سلامة عليكي يا جنة، بعد الشر عليكي يا حبيبتي. ايه ده يا جنة؟ ايه ده؟ ايه اللي انتي رميه في الأرض ده يا جنة؟ المناديل يا ماما، المناديل بتاعتي. ازاي يا جنة ترمي في الأرض؟ انا علمتك كده يا جنة؟ ما بتحطيش في الباسكت ليه؟ الباسكت جنبك اهو يا جنة، مش المفروض لما تستعملي منديل تحطيه في الباسكت كده؟ ينفع؟ قومي يا جنة بقى لميهم كلهم وحطيهم في الباسكت. حاضر يا ماما، حاضر، مش هعمل كده تاني. اهو يا ماما، اهو لميت كل المناديل في الباسكت يا ماما، اهو. شاطرة يا جنة، شاطرة، برافو عليكي. بعد كده ما نرميش حاجة في الأرض يا جنة، نحط أي منديل نستخدمه نحطه في الباسكت. حاضر يا ماما، مش هعمل كده بعد كده. وبعدين انتي عارفة يا جنة ان النهاردة ان شاء الله رؤى جاية، بابا هيروح يجيب رؤى من عند تيتا النهاردة، انتي عارفة؟ جاية النهاردة، هيه هيه، أنا مبسوطة، أنا فرحانة، أنا مبسوطة، أنا فرحانة. يعني بابا أصلا زمانه جاي دلوقتي في الطريق هو ورؤى، زمانهم على وصول إن شاء الله. ماشي يا ماما، أنا مستنياها أهو. طب أنا عايزة يا ماما ندخل نستناها في البلكونة. وماله يا حبيبتي، تعالي ندخل يلا نستناهم في البلكونة. اتأخروا قوي يا ماما، اتأخروا قوي، مش عارفة اتأخروا كده ليه. يا جنة صبري يا جنة، زمانهم جايين يا حبيبتي، زمانهم جايين، زمانهم على وصول إن شاء الله. طب هما هيجوا من انهي شارع؟ ابص من هنا ولا ابص من هنا؟ وبعدين معاكي يا جنة، وبعدين معاكي، أي طريق يا حبيبتي هيجوا منه، أدينا واقفين نستناهم أهو. اهم يا ماما، اهم اهم يا ماما، اهم اهم يا ماما، اهمكم اهم. اه يا حبيبتي اهمكم اهم، الحمد لله الحمد لله. يا رؤى يا رؤى يا رؤى، انا مستنياكي من الصبح يا رؤى. ايوه يا جنة، ايوه يا جنة، انا جيت اهو يا جنة. يلا يا جنة انزلي افتحي يا جنة الباب، احنا لازم نفضل واقفين يا بنتي في الشارع، انزلي يلا يا جنة افتحي الباب. حاضر يا بابا، انا نازله اهو. هي هي بابا جه، اختي جت. هي هي بابا جه، اختي جت. وحشتيني قوي يا جنة، وحشتيني، وانتي كمان يا رؤى وحشتيني، وحشتيني يا حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله. وانتي عامله ايه؟ انا برضو الحمد لله كويسه. ادخلي بسرعه يا رؤى، في مفاجأة هنا يا بابا. انت عرفتها على المفاجأة ولا لأ؟ في مفاجأة هنا، حاجة كده عندنا موجودة في البيت. يلا ادخلي بسرعة عشان اوريها لك. حاضر حاضر، انا داخلة اهو. ايه رأيك بقى يا رؤى؟ ايه رأيك في القطة بتاعتنا؟ جميلة قوي، جميلة، انا فرحانة بيها قوي، جميلة. تيجي يا جنة نسميها بوسي. انا فعلا سميتها بوسي، انا قلت لبابا انا ورؤى قلنا لما نجيب قطة هنسميها بوسي، احنا سميناها بوسي. بس خلي بالك يا رؤى، اوعي تضربيها عشان انا ضربتها، خربشتني وضربتها، وبابا وماما زعقولي وكانوا هياخدوها يودوها عند اي حد من الجيران ولا اي حد من صحابهم، وانا قعدت اعيط عشان انا بحبها وعايزاها، بس ما كنتش عايزاها تخربشني.
ما هي برضو يا جنة، بصراحة مش هتخربشك لوحدها، اكيد انتي زعلتيها ولا ضربتيها وخربشتك. انتي لما تسيبيها كده في حالها مش هتخربشك، لكن تلاقيكي قعدتي تجري وراها وتمسكي ديلها وتفعصي في جسمها وهي صغيرة، وهي كائن حي زينا بتحس. انا علشان اكبر منك، والمس في المدرسة قالت لي الحاجات دي، قالت لي اي حيوان سواء قطة سواء كلب حرام علينا نضربه علشان هو بيحس زينا، مش انتي يا جنة. لما بابا وماما بيضربوكي جسمك بيوجعك؟ اه طبعا يا رؤى بيوجعني طبعا، هما كمان زينا، لما احنا نضربهم بيحسوا برضو جسمهم بيوجعهم. اه عندك حق، عمري ما هضربها تاني ولا هجري وراها ولا همسك ديلها، هطبطب عليها بس. ينفع طبطب عليها بس يا رؤى؟ اه طبعا يا جنة، ينفع تطبطبي عليها بس من غير ما تضربيها ولا تأذيها. حبيبتي يا جنة، حبيبتي يا رؤى، ربنا يا رب يخلينا لبعض يا رب.